نضيف ملعقة أكل زين، ونضيف عليه ماء. هذه طريقة تحضير أكل الفونير، ونحط الخلاط مع الماء لما يذوب الأكل كله. طبعا الماء راح يكون دافي. نلاحظ نخلي كله يذوب. هذا قوام أكل. الحين نشوف درجة حرارة الأكل. شوف درجة حرارة الأكل تقريبا 44 إلى 40 مناسب. حرارة الغرفة تكون دافية، تكون ثرافي. شلون نعطي الطير العكس؟ طريقة، في طريقة الطيور الصغيرة راح تعطيها عن طريق الإبرة والربلة. هذه تسحب وتطلع الهواء، تطلع الهواء نحاول نمسك الطير بطريقة إنه ما يتأذى فيها، ونروح على الجهة اليسار، على الجهة اليسار ونعطي الخفيف. والحين حق الكوكر بالقفشة، هذه أفضل طريقة. إذا اللي خاف من الإبرة تعود طيرك على القفشة أفضل. تعود طيرك على القفشة أفضل من الإبرة حق اللي خاف من الإبرة. لو تلاحظ كل الطيور تتقبل العز بالقفشة. لو تلاحظ انه صار، لو تلاحظ انه صار الاكل ثقيل تقطعه ثاني وخلاص. مقاومه ولا ثقيل ولا خفيف، يكون وسط. شوف حرارة الاكل. أربعين مناسب. شوف حرارة الغرفة للحين ثابتة على 30.